كنرحب بكم اليوم في المغازان ديال نيو بالانس اللي هو ثالث مغازان عندنا في المغرب وثاني مغازان في الدار البيضاء بعد ديال الدار البيضاء في موروكو مول وديال مراكش في البلازا. اليوم كنرحبوا بكم في واحد لو مغازان اللي فريد من نوعه اللي تيعطي واحد ليكسبيريونس كليون للناس اللي باغين يديروا اللي باغين يمارسوا الرياضه ديالهم واللي الناس اللي باغين يلبسوا الحوايج لايف ستايل. وكذلك كان من هاد ابتداء من اليوم احنا فرحانين بالانطلاق ديال نيو بالانس ران كلوب اللي هو كلوب ديال لي سبورتيف اللي قدوا يجمعوا فيه الناس باش يديروا الرياضه ديالهم اللي هي الجري مع واحد لي زومباسادور ديالنا اللي هما فدوى الفاسي وناصر بن العبد الجليل.